ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد وشغل جديد. النهارده بقى معانا حاجات حلوه قوي. احنا بنصور عند محمود كرتونه، هو في سنتر درب سعاده. طبعا نزلت لكم جوله هسيبها لكم في اول تعليق مثبت، اللي هي اخر جوله نزلت عنده. شغل حلو قوي من رفيع المطبخ المستورده. كمان عندنا اكبر تشكيله من الفوط الحلوه دي على الوشين ب 10 جنيه بس. ايوه ب 10 جنيه الفوط الحلوه الجميله دي. بصوا بقى، في الوان جميله قوي، في منها كمان فوط مفرش على الوشين، وعايزه اقول لكم ان هي تقيله جدا وحلوه قوي، بتنفع كده مفارش للاطفال تتحط على رجليهم او تنفعك في المطبخ. بصوا كل الانواع من الفوط موجوده عنده، عنده المايكرو فايبر والتقيله والخفيفه، واسعارها حلوه قوي زي السنه اللي فاتت كمان، يعني ما غليتش. احنا طبعا هناخد القطعه بسعر الجمله من عند محمود، وكمان في هديه حلوه لو عملتي فاتوره، يعني فاتوره مشتريات حلوه ب 1000 جنيه هتاخدي هديه قيمة. الكنك الاستانلس ده ب 8 جنيه ونص، الدبل فيس ده اللي بيتباع ب 30 وب 25 تاخديه ب 14 جنيه. عنده بخاخات تحفه مستورده حلوه قوي ب 25 جنيه. عنده شغل مستورد وشغل مصري وحاجات حلوه جدا بصراحه. وعنده بقى جميع انواع الرولات اللي انتوا شايفينها دي، للدواليب وللبوتاجازات وكوبايات اكليريك، عنده حاجات حلوه. كمان معالق التوزيع دي ب 20 جنيه بدل 30 و25. وكل بقى الدبل الفيس والجوانتات الحلوه دي ب 10 جنيه الفردتين، مش الفرده الواحده. عنده بقى الوان حلوه قوي، الاقوى والبينك. بصوا الجوانتات دي حلوه جدا وبتنفع في اي حاجه وب 10 جنيه بس، يعني متخيلين الاسعار؟ بجد الاسعار حلوه. عنده منبع من رفيع المطبخ، جميع انواع المضرب بتاع البيت بكل اشكاله. كمان عنده فرش التواليت، فرش الازايز، فرش اللي هي بتغسلي بيها الكوتشيات والحروف اللي هي بتبقى الرفيعه في التلاجة. بصوا عنده حاجات كتير قوي، انت هتخشي وهتتفرجي هتلاقي عنده منبع من الرفايع. وعنده بقى الفرش اللي هي بتاعت الشيش اللي هي التركي الاصلي، موجوده برضو بسعر المصري. اي حاجه هناخدها بسعر الجمله. هسيب لك كل التفاصيل في اول تعليق مثبت. لو اول مره تنوريني وتشرفيني بالقناه، فعلي الجرس على كلمه الكل عشان يظهر لك كل الفيديوهات الجديده ان شاء الله. حلوه قوي وهتعجبكم جدا، وكمان هجيب لكم اقل الاسعار اللي نازله في المحلات. ما تنسيش بقى تمر حنه باللايك والاشتراك، واهم حاجه لما تروحي لمحمود قولي له انك جايه تبع قناه تمر حنه، عشان يعرف ان انت تبع القناه وتاخدي بنفس الاسعار. وكمان لو عملتي الفاتوره هتاخدي عليها هديه حلوه. وكمان في جزء تالت عند محمود، انتظروه هنزله لكم برده بعد الجزء ده، لان عنده حاجات كتير جدا وحبيت اصورها لكم عشان تستفادوا منها وبالاسعار وتلحقوا الحاجات الحلوه دي قبل ما الاسعار تغلى. هنشوف النهارده كده تشكيله كبيره جدا من بقى احدث الاختراعات الجديده دي. كده شماعه اللي هي الدبل بتشيل لغايه 5 كيلو، يعني بتستحمل الحراره اللي في المطبخ وما تقعش. دي المستورده اللي لسه نازله. بصوا والهوكات بتاعتها اكليريك، عايزه اقول لكم ان هي حلوه جدا، تلزقها في اي مكان وتعلق عليها اي حاجه. عامله كام بقى دي؟ 14 جنيه. 14 جنيه دي عامله 14 جنيه بس، بس جميله بصراحه. ومعاكي ضمون لو وقعت بتاعتي. لو وقعت بتاعته هاتيها له. لا حلوه قوي بصراحه، وعنده كميه حلوه كده. انت حاسبها لي قطعه بسعر الجمله؟ سعر الجمله 14 جنيه سعر الجمله. تمام. وريني بقى الليفه اللي هي الكربونيه دي. بصوا عنده بقى كل الاختراعات الجديده اللي لسه نازله. دي الليفه الكربونيه وسعرها حلو قوي، بتقعد معاكي حوالي شهر. بتنضف ايه بقى؟ بتنضف حلل صدى، اي حاجه الحلل اللي هي عليها صدى بتطلعها، الحوائط، الحوائط بتطلعها، الدهون، الشفاطات بتنضفها برده، مظبوط، البوتاجازات، الكلام ده كله. مزبوط. هي بتعيش معاكي، لو استخدمتيها كل يوم ممكن تقعد معاكي حوالي شهر، مش اكتر من كده. بس هي بصراحه حلوه قوي، لان الخشونه اللي فيها دي بتنضف فعلا. دي بكام بقى؟ دي ب 7 جنيه بس. ب 7 جنيه؟ 7 جنيه. ب 7 جنيه سعرها حلو قوي. في كمان معانا الليفه السحريه دي، دي برضو بتقعد حوالي مدتها شهر. عامله كام دي؟ بتعمل 5 جنيه. 5 جنيه بتنضف الشخبطه اللي على الحيطه والالوان والجرانيت والكلام ده كله والكاوتشات. والكاوتشات 5 جنيه. ب 5 جنيه برضو جميله جدا وسعرها حلو. في الجاروف ده حلو قوي برضو، عامل كام ده؟ استخداماته ايه؟ ده اللابتوب، الحاجات اللي هي الكمبيوتر، اللابتوب. أيوة. الاجهزه، الاركان اللي في الانتريه دي بتعمل 10 جنيه. الاماكن الرفيعه دي، ده مقشه بالجاروف كده بس شكله كيوت قوي. ب 10 جنيه. جميل، حلو قوي. في كمان معانا البخاخات المستورده. بصوا دي بخاخات مستورده ونظيفه جدا اهي، حلوه قوي. عامله كام دي؟ بتعمل 25. 25 ده انت قلت لي مستورد. مستورده دي استانلس، استانلس نظيف جدا، استانلس جميل. هي شكلها حلو قوي. بصوا عمليه الوانها كلها،
لونها حلو قوي. بصوا اللون الفضي والاحمر والجولد، اللون الجولد منها جميل، واللون الموف برضو حلو قوي. دي كده عامله 25 جنيه مستورده. بصوا في منها كمان مستورد عامله 12 جنيه بس. عايزه بقى لو عايزه تجيبي اللون التركي ده اللي احنا بنحبه برضو، دي عامله 12 جنيه. والايس لولي ده برضو مستورد، الستة بكام؟ الستة ب20. دي برضو مستوردة، الستة ب20 جنيه، برضو جميلة جدا. حبايبي عندي بقى شوية ألمونيا كده، حاجات مقطقطة وجميلة. استلس. استلس جميل، استلس قصدي مش ألمونيا. بصوا الجمال، الكنكة صغننة وجميلة قوي. دي تعمل بني دي؟ بتعمل بني طبعا. والله. كده دي 8 جنيه ونص. يعني الصغيرة دي بتعمل؟ بتعمل قهوة، كوباية قهوة. كوباية قهوة حلوة قوي. بصوا صغيرة ازاي، بكام دي بقى؟ 8 جنيه ونص. 8 جنيه ونص. بصوا حبايبي استلس تحفة ب 8 جنيه ونص، على فكرة مش خفيفة، هي حلوة. ده المقاس الصغير، وفي مقاس في منها الشكل ده، في منها المقاس الوسط ده برضو حلو. ده بيعمل 9 جنيه ونص. دي 9 جنيه ونص، أسعارها برضو حلو. في الحجم الكبير ده بيعمل 10 جنيه ونص. 10 جنيه ونص جميلة قوي. مقاس. أسعارك حلوة هنا يا محمود. أنا أفهم. بصوا حبايبي يعني من اول كام يا محمود؟ 8 ونص، 9 ونص، 10 ونص. اغلى حاجه 10 ونص الكبيره دي. حلوه قوي. في برده الكبشه دي عجبتني. بصوا الكبشه اللي هي المخرمه دي جميله برده. عامله كام دي؟ بتعمل 8 جنيه. دي كده عامله 8 جنيه بس، حلوه قوي. في منها الاقوى برده، وفي منها الوان ثانيه. في فرايد العجين زي كده. دي بتعمل 14 جنيه بلاش 15 جنيه. دي اللي هي بتاعه العجين. دي المستورده مش المصري. المستورده خشب زين. خشب زين. حلو قوي. الخشب بتاعها بكام؟ ب 14 جنيه. 14 جنيه جميله. ودي عصايه الكريب بتعمل 6 جنيه بس عشان كنت. عصايه الكريب ب 6 جنيه اهي، بدل 10 جنيه في كل مكان. بصوا اهي ب 6 جنيه بس. شوف بقى اسعار الرولات كلها اللي لسه نازله. ده الحراري. ده بقى الحراري اللي هو الاصلي ولا اللي بيبوظ بسرعه؟ لا الحراري الاصلي. بكام بقى؟ ده بيعمل 55، 5 متر في 60 سنتي. 5 متر في 60 سنتي ب 55 جنيه، لا حلو قوي الشكل ده. في منه فضي في الشكل ده، في الشكل ده، في الفضي والذهب. في الفضي والذهب. يعني لو اتحط مثلا على الباب بتاع البوتاجاز يستحمل الحراره؟ حراري. بيتلزق ولا؟ بيتلزق. ليه ستيكر وبيتلزق؟ هو ليه ماده جواه بتتلزق عليه. عشان في ناس بتجيبه بتقول مش حلو. لا ده الحراري. ده المستورد. ده المستورد الحراري. ده المستورد الاصلي الحراري، حلو قوي. بكام؟ بتاعه مستورد ب 55. ب 55 5 متر. 5 متر في 60 سنتي. في 60 سنتي. والرول ده بقى اللي هو تفرشي بالدواليب او دره في المطبخ برده حلو قوي وعملي. ده بيعمل 7 جنيه. وعشان ما يتزحلقش منك ممكن برده تلزقيه بنقطتين شمع كده من على الحرف. ده في كام متر بقى؟ ده 3 متر ونص. 3 متر ونص ب 7 جنيه. 7 جنيه. سعره حلو قوي بصراحه. بصوا الاسمر منه الوان جميله. بصوا الاشكال زي ما انت عايزه بقى. في برده الفضي ده حلو قوي، عامل كام؟ بيعمل 8 جنيه ونص. 8 جنيه ونص. كام متر؟ 3 ونص متر. 3 ونص متر. وده ابو 7 بنفس نفس برده 3 ونص متر ب 7، وده ب 8 ونص. ده 8 ونص. وده رول اللي هي بقى المناديل بتاعه الزيت والكلام ده كله. دي بتعمل 35 جنيه. ب 30 جنيه ده عرض ليكوا انتوا. تمام. عرض ليكوا انتوا ب 30 جنيه. كام متر؟ 50 ورقه. طلعي عليه البطاطس. بتستخدميه كذا مره مش مرتين ولا ثلاثه، يعني تغسليه بتستخدميه تاني. يعني ده صحي اللي يطلع عليه الاكل والكلام ده؟ واللون بتاعه ما بيطلعش منه. واللون بتاعه ما بيطلعش. حاجه نظيفه جدا. تمام. ومعانا فرش التواليت ده عامله كام؟ دي بتعمل 17 جنيه. فرشه 17 جنيه؟ حلوه قوي. 2 عين. 2 عين ب 17 جنيه، كل الوانها بقى موجوده. بصوا عنده شويه رفايع هنا بصراحه حلوه قوي. الصناديق دي كده مليانه، انت هتيجي بقى تخشي تتفرجي كده هتحتاري تاخدي ايه، وكلها اسعارها حلوه وعلى قد الايد. بصوا الفرش دي برده حلوه قوي لا غنى عنها في المطبخ، بتنضف لك الاركان بتاعه الثلاجه. انا عندي منها بتنضفي بيها سمك اي حاجه زي ما انت عايزه. عامله كام دي؟ الثلاث قطع ب 8 جنيه. الثلاث قطع ب 8 جنيه. وفرشه التنظيف الازاز الميه واللبن دي بتعمل 11 جنيه بس الكبيره. 11 جنيه الكبيره. حجم كفايه كل الوانها. تمام حلو قوي. في برضو كوبايات الاكليريك دي، انت عندك حاجات كده مخبيها حلوه. دي الكوبايه. بصوا كده دي الاكليريك جميله. عامله كام دي؟ دي بتعمل 7 جنيه بس. 7 جنيه تنفع للميه وسخن كمان لو وسخن حاجة يعني صحيه سخن. للسخن حلوه قوي. كل الوانها. كل الوانها. بصوا عنده الوان حلوه اهي. في كوبايات زي كده ثلاث قطع بتعمل 10 جنيه. دي البلاستيك بتاعها نوع حلو. دي كده ب 10 جنيه، الثلاثة مع بعض بالشليمو بتاعها للأطفال بقى يشربوا زي ما هم عايزين. وريني الكوبايات دي برضو زي. دي حلوة قوي. عاملة كام؟ دي بتعمل 15. 15 جنيه ألوانها حلوة. في جميع كل ألوان. بصوا في منها حوالي 6 ألوان. ألوان كتيرة جدا. جميلة. وأشكال بالشليمو بتاعها. بالشليمو بتاعها حلوة قوي. في عندك هنا بقى إيه تاني في المخابئ دي؟ بصوا.
بتشوفي خزان الصابون ده، بتحطي هنا الصابون وبتدعكي بقى سطح البوتاجاز. على فكره الفرشه دي حلوه قوي، انا عندي منها جميله وما بتبص. عنده برضو منها الوان ب 10 جنيه وده 3 قطع ام دي. ثلاث قطع ام ب 7 جنيه، في الوان منه في كل الوان، 3 قطع يعني الثلاثه ب 7 جنيه. بص البلاستيك بتاعه نضيف، اللي هو البلاستيك اللي بيلمع حلو. وريني بقى كده اسعار الفوط. ده منظم من الاطباق، ده منظم من الاطباق بلاستيك، عامل كام؟ يعني 7 جنيه ب 7 جنيه. ده منه الاستانلس اللي هو زي ده، ده حلو برده، بيعمل 15. ده 15 تمام. المضرب ده عشان الصيف جاي كده، الناموس والدبان هيكتر، الوانه بقى تحفه مش هتصدقوا. سعره سعره بكام؟ ب 4 جنيه ونص عشان كنت 4 جنيه ونص عشان خاطر متابعين قناه تمر حلو. في كل الوانه الوانه حلوه قوي. اهم حاجه يا حبايبي لما تيجوا المحمود تقولوا له احنا تبع القناه عشان تاخدي قطعه بسعر الجمله، وهتاخدي هديه كمان على الفاتوره اللي انت عايزاه. طب اللي هي القطع بقى من دي بكام؟ دي القطعه بتعمل 20 جنيه في الجمله. بص يا حبايبي دي الوان التركي بالظبط، اللي هو البنك الهادي الاقوى الهادي، مش الالوان اللي هي اللي بتبقى مش شبه التركي دي. دي كده ايديها استانلس ب 20 جنيه؟ ب 20 جنيه في الجمله. سعرها حلو قوي. سعر القطعه بنفس سعر الجمله. ما هي بقى احنا هناخد القطعه بسعر الجمله. تمام. تمام يا حبايبي. واللي ليه بقى اللي عايز ياخد جمله برده هياخد بنفس الاسعار. دي كده القطعه عامله 20 جنيه، في بقى منها كل حاجه، في كل الوانها، المعلقه الكبشه المقصوصه، الزيتونه والمقصوصه والشياله تمام، والمعلقه المخرومه كمان تمام، كل حاجه موجوده منها. والدبل ده، الدبل ده بيعمل 17 جنيه 9 9 قطع، 17 جنيه 9 قطع، وخامه نظيفه جدا تستحمل اي حاجه. حلو قوي. خلوا لنا 15 بقى محمود عشان خاطرك. 15 جنيه 15 جنيه حبيبي عشان خاطرك انت. وفي منه اشكال، بصوا في منه اشكال. على فكره محمود محترم ومش هيزعل حد، ما تقلقوش. وبرده يا ريت اللي يشتري منه يكتب لي في التعليقات. فوط دي الاثنين وش الكبيره، حلوه قوي دي. دي الكبيره، وريني مقاسها تاني. دي كده الكبيره، بصوا مقاسها قد ايه، عامله كام بقى؟ بتعمل 18 على الوشين. على الوشين ب 18 جنيه، دي كبيره خالص. طب ودي كل الوانها. وريني الصغيره. وادي الصغيره، الوانها جميله. عامله كام الصغيره؟ 10 جنيه. 10 جنيه كل الوانها، 10 جنيه هي بسعر السنه اللي فاتت كل الوانها. اهو يا حبايبي حاسب لنا قطعه بسعر الجمله، كل الوانها جميله. والكبيره دي ب 18. كبيره ب 18، في برده كل الوانها. تمام. وريني بقى الفوطه دي كده. الفوطه دي مفرش، فوطه مفرش عشان الاكل والكلام ده، الاطفال الصغار والكلام ده. بتحطوها كده على رجليهم مثلا. دي اتنين وش برده، مش وش ب 10 جنيه. لا حلو قوي. اتنين وش تمام. بصوا الوانها، وريني الوانها. في الوان كتيره منها، يعني يعتبر فوطتين في بعض. فوطتين في بعض. حلو قوي الوانها، عشان الاطفال، علشان المطبخ، هتبقى برده تستحمل معاكي في المطبخ. بصوا هي طبقتين مع بعض. لا حلوه. في دولات خمس قطع، بيعملوا 16 جنيه. خمس قطع فوطه، خمس قطع ب 16 جنيه. 16 جنيه الوان كتير جدا، حلوين قوي كل الوانها. الوانها جميله. وعلى فكره الفوطه دي مايكرو فايبر، يعني بتشفط الدهون والميه، بتمتص الميه والدهون، جميله. في ديه خمس قطع بيعملوا 15 جنيه في الجمله. خمس قطع ب 15 جنيه. خمس قطع فوطه ب 15 جنيه، حلوين قوي بجميع الوانها. بجميع الوانها جميله. لا الوانها جميله اصلا الفوط دي، الوانها حلو. واللي هي اللي دي ايه بقى، الهراشه ولا بيقولوا عليها ايه؟ دي الهراشه. بكام؟ دي بتعمل 8 جنيه الخشب. 8 جنيه؟ 8 جنيه بس. طولها كبير ازاي؟ وديت بتتلجوا بيها الظهر. يعني تدليك ظهر وهراشه، حلوه قوي. عامله كام؟ دي 8 جنيه. 8 جنيه سعرها حلو. وفي منها البلاستيك ديت. وفي منها البلاستيك. الهراشه برده بجميع الوانها. الوانها حلوه. بتعمل 7 جنيه. 7 جنيه، في منها اللون البينك اهو. في كل الوانها. جميل. في برضو شماعات بناطيل اهي، حلوه قوي برضو. دي اللي هي المعدن. ايوه. دي اللي هي معدن مستورد، عامله كام بقى؟ 25 جنيه. 25 جنيه، حلوه قوي. لو شديتيها كده تورد، لو عايز تقصرها تقصرها براحتك. جميله. وفي منها الوان. في منها الوان، في منها الابيض عنده الوان، البني والاسود. الابيض والبني والاسود ب 25؟ ب 25. ب 25. حبايبي الشماعات دي بقى نزلت تاني. في ناس بتقول مش حلوه وما بتلزقش، وفي ناس بتقول حلوه. احنا بقى عايزين نعرف نستخدمها ازاي عشان تلزق على الحيطه كويس. بصي يا فندم، هي ديت الشفاط ده بتاعها لازم يلزق على سيراميك بس، ما ينفعش يلزق على حيطه ولا على خشب، على سيراميك ويكون ناشف ما فيهوش ميه. ما فيهوش ميه ولا اي بخار ولا أي من المطبخ ولا اي حاجه. تمام. لما بترفعي ديت كده بتنزلي بيها تاني، ده الهوك بيشفط الهواء اللي جوه كله، اللي هو السيراميك الناعم مش الخشن، عشان في سيراميك خشن. بعد كده مش هتقع مني ولا اي حاجه على السيراميك الناعم بس. يا حبايبي هي بتلزق. الكبيره دي بقى عامله كام؟ الكبيره بتعمل 30، الصغيره بتعمل 20. صغيره 20 والكبيره 30. في منهم اربع الوان، دي في اربعه هوك فيها، ودي فيها سته هوك.
اهم حاجه لما تلزقيها مش تلزقيها على سيراميك خشن او على اي مكان غير السيراميك الناعم عشان تلزق معاكي كويس. ده في الجوانت الحلو ده، ده الحراري اللي بيستحمل. اتنين ولا واحد؟ ده القطعه. قطعه بكام؟ بتعمل 70 جنيه. 70 جنيه بس ده اللي هو التقيل ب 65 جنيه عشان خاطر. ده الحراري حطيه في الفرن وما تلاقيش مبطن من جوه. اه جميل. لا شكله تقيل من جوه. ده كده ب 65؟ 65 في منه كذا لون. في كذا لون حلو قوي. وده؟ اه ده اتنين مع بعض. القطعتين بيعمل 40 جنيه. ده اللي هو ليه فرشه. ده ليه فرشه. اه فرشه منه كده. ورونا كده. لا ولونه حلو بصوا. اللي هو تحس الجلد بتاعه مصدف كده. شكله جميل سيليكون. اه وده فرشه كده عشان لو عايزه بقى ايه تدعكي حاجه. عامل كام ده؟ 40 جنيه في منه كل الوان. الاثنين مع بعض. الاثنين بيعملوا 40 ب 40 جنيه. بصوا الوانه، الوانه حلوه. في كل الوانه موجود. وفي دوت الجوانتي الشعبي. اه. ده بيعمل 10 جنيه جملته بس. 10 جنيه؟ 10 جنيه. الاثنين. بص دي هينفعك برده في اي حاجه بقى. ب 10 جنيه بس الاثنين. لا حلو قوي برده سعره حلو. ده معانا بقى مضرب النسكافيه بكل اشكاله. عامل كام ده بقى يا محمود؟ المضرب الشكل ده حلو. ده مضرب فاصل بيض، بيفصل البيض عن الصفار. اه حلو. ده بيعمل 25. 25. وفي السيليكون دوت بيعمل 16 جنيه. ده 16 جنيه. ده سيليكون لوكس مستورد. سيليكون لوكس ب 16 جنيه. وفي اللي هو التقيل اللي هو ابو فتاحه. كبير ده. ده بيعمل 25 جنيه في الجمله. ده حاجه نظيفه جدا. 25 جنيه في الجمله. 25 ده وليه فتاحه و... وفي فتاحه. حلو قوي. في منه كل الوانه، في الاخضر والاحمر واللبني. اه كل الوانه، كل الوانه موجوده. زي ما بقول لكم محمود عنده احدث اختراعات كده للمطبخ، حاجات حلوه قوي. عايزين بقى نعرف اسعار المساحات والفرش اللي هي بتاعت الشيش والحاجات دي. بص يا فندم، دي اللي بتطول وبتقصر. الفرشة الشيش دي اللي هي دي استلس. ايوه تمام. بتطول وبتقصر تمام. دي بتعمل 35 جنيه. 35 جنيه. افردها لنا كده تاني. ده طولها ب 35 جنيه. حلوه قوي. وخامتها نظيفه جدا. وخامتها حلوه. بصوا مستورده مش مصري. مستورده ب 35 جنيه. لا سعرها حلو قوي. طويله نضفي بيها الشيش بتاع البلكونات والشبابيك الالومنتين. طب والمساحات بقى اسعارها ايه بدايه من كام؟ عندنا مساحه بطيئه بتطول وبتقصر برضه. دي بتعمل 35 جنيه. 45 جنيه بالايد بتاعتها. اه 45. بتلف 630 درجه. 45 بالايد بتاعتها. 45 جنيه. حلوه قوي. وفي منها الدوره. اه بس على الدوره بنفس السعر 45 جنيه. 45 جنيه. دي بتلف 360 درجه. حلوه قوي. دي برضه ب 45. 45 جنيه. جميل. في منها اربع الوان. في منها اربع الوان. بصوا كده ده غيار بقى للمساحات والشرشوبه. عامل كام ده بقى الغيار؟ لا الغيار ب 15 جنيه بس. الغيار ب 15. وده الغيار بركب 15 جنيه برده. ده ب 15. خلي ب 10 يا محمود. من ده مستورد. مستورد غير اللي هو ب 10 المصري. 10 جنيه المصري. المصري ب 10. انا عشان كده بقول له ده. بصوا كده مستورد بس فعلا حلو. ده الخامه التقيله. اه ده كده ب 15. وده بكام؟ ده ب 15. وده ب 15. في منه كل الوانه. في كل الوانه. في برده منه الخفيف ب 10 بس مش عنده. ولو عايزينه ب 10 ممكن يجيب لكم بس المصري مش المستورد. لا بس ده احلى يستحمل معاكي. حلو قوي يا ابو 15. ده معانا برضو مجموعه شماعات بلاستيك بيور. بتهيألي النوع حلو قوي البلاستيك ده. اه تركي. تركي اصلي. جميل. عامله كام دي بقى؟ 75 دستة. 75 الدستة. في منها 6 الوان. 6 الوان الدستة ولا الستة؟ الدستة. الدستة يعني 12. اه 75. 12 ب 75. طب لو حد عايز ياخد 6 ياخد 6 مفيش مشكلة. الستة بكام بقى؟ الستة ب 37. بس بصوا بيقول لكم تركي اصلي. حلو قوي. البلاستيك بتاعها تحفه. طب والسيليكون دي؟ السيليكون دي ب 45. الباكت فيه 10 قطع. دي برده تركي؟ لا صيني مستورده. الباكت فيه 10 قطع ب 35. 45. ب 45 هي سيليكون بس حلوه. يا رب حبايبي يكون النهارده الفيديو عجبكم وتكونوا اتبسطتوا منه. ده كده شغل الجزء الاولاني عند محمود في سنتر درب سعاده. هسيبه لكم في اول تعليق مثبت. لو ما اتفرجتيش عليه عنده مجموعه حلوه قوي من القطاعات المستورده والكوسترات السيليكون وكمان قطاعات الخضار اللي هي المستورده الاصلي. اسعارها حلوه قوي ب 150 جنيه. حاجات بصراحه جميله جدا هتشوفيها في الجزء الاولاني. لو ما اتفرجتيش عليه هسيبه لك في اول تعليق مثبت مع العنوان ولينك التليجرام
الدوام وفي توصيل لكل المحافظات وكمان داخل مصر. هسيب لك كل التفاصيل مع لينك التليجرام في اول تعليق مثبت. ما تنسيش بقى تمر حنا باللايك والاشتراك، وطبعا مستنيه رايكم، وانتظروا الجزء الثالث عند محمود كرتونه في سنتر درب سعاده. هصور لكم كل بقى الصواني الكيك والحاجات الحلوه، الشوايات الفراخ عنده من 50 جنيه، بس عشان المكان عنده كبير جدا، عنده 3 محلات، فحاولت اصور لكم كده جزء جزء عشان ما تزهقوش من الفيديو. انتظروا الجزء الثالث، وما تنسونوش بقى باللايك والاشتراك، وطبعا مستنيه رايكم. مع السلامه.